صباح الخير اعزائي المشاهدين، ولسه مكملين معاكم فقراتنا. وصلنا لاخر فقره واخف فقره انتوا دايما بتستنوها، الفقره الفنيه. طبعا النهارده معانا موهبتين هتتبسطوا معاهم جدا. معانا اكرم، هو ممثل ومطرب، تمام؟ ما شاء الله عليه، يعني هيبسطنا النهارده. ازيك يا اكرم، منورنا. تمام يا استاذ سمر، انت معاك. ميرسي. ومعانا كمان عاطف فتحي، تمام؟ هو ممثل، وبمناسبه حلقتنا النهارده هو شيف حلواني شاطر جدا. اكيد قبل ما الحلقه تخلص هناخد منه رايه، هو قلب الراجل في معدته فعلا ولا لا؟ ازيك يا عاطف، عامل ايه؟ ازيك يا استاذ سمر، عامل ايه؟ تمام، منورنا النهارده. قولي بقى يا اكرم، امتى اكتشفت موهبتك؟ ومين شجعك ان انت يعني تطلع موهبتك للنور اصلا وتبتدي ان انت تشتغل في الفن؟ والله انا اكتشفت الموهبه بتاعتي من وانا صغير. تمام. يعني كان عندي مثلا 12 سنه كده ولا حاجه، وغنيت الاول قدام، يعني اخويا كان مناسب حد وانا غنيت قدامه، فراح قال لي انت صوتك كويس جدا، غير برضو ايه عمامي ووالدي. يعني كان موقف الاقارب ليك، حد يعني ناس دعمتك؟ وبعد كده بقى ايه، كنت بغني قدام اصحابي، بندندن كده في قعده سهر كده او حاجه. تمام. وبعد كده يعني قلت اتخذ الطريق بقى وربنا سهل. كويس جدا. عايز اقول لكم ان هو صوته حلو جدا، وهتشهدوا بنفسكم وده بعد شويه. ربنا يزوقك. ربنا يخليك يا اكرم. عاطف بقى، بما انك في شغلانتك شيف شاطر قوي قوي قوي، وده انا شفته بعيني، وممثل شاطر وبتاخد ادوار تقيله وحلوه، فانت ازاي قدرت توفق ما بين موهبتك وما بين شغلك الاساسي؟ والله هو انا شغلي الاساسي ده، ما انا شيف من سنه 92 وانا في المجال. تمام. فما انا حابب المهنه لان دي مهنتي من زمان، لكن موضوع الفن انا واخده هوايه وحبه جدا يعني، واشتغلت كتير بقى في الفن الحمد لله، وحابب وبقدر اوثق بين الاثنين، لان ده حاجة جوايا، في أي وقت يجي لي شغل في الفن ما بقدرش أستغنى عنه. ما بتقدرش تمنع نفسك عنه؟ لا طبعًا طبعًا، استحالة أمنع نفسي عن الوسط الفني، فما بجري عليه طبعًا، بس بنقي أدوار اللي بشتغلها. هو صراحة مستك قوي في شخصيتك إن أنت بتعمل الحاجة اللي بتحبها. فتقريبًا أنت بتحب شغلانتك قوي وبتحب التمثيل قوي، عشان كده قادر توفق ما بين الاثنين. الحمد لله بوفق بين الاثنين كويس جدًا، والحمد لله وبروح قبل ميعادي برضه. ملتزم. لا والله يعني احنا مبسوطين ان انت معانا النهارده حقيقي. ربنا يبارك لك يا استاذ اكرم. بقى احنا مشتاقين نسمع صوتك، بما ان صوتك جميل. خلينا بقى ترجعنا كده للزمن الجميل. تمام. وتسمعنا حاجه قديم، ايه رايك؟ تمام، تحت امرك. ماشي، يلا. الوداع ما بقتش اخاف من الدنيا دي غير من الوداع، والضياع بحس لما تكون بعيد، معنى الضياع معنى الضياع، خلتنا خاف لما بحس بفرحتي واخدك بعيد، عالج بخاف لما تقول كلمة وداع داني من جديد، خلتنا خاف لما بحس بفرحتي واخدك بعيد بعيد، عالج بخاف لما تقول كلمة وداع. يعني برافو جدا جدا، صوتك حلو قوي وما شاء الله قوي، ومش بس حلو يعني، ودايما الطرب بيبقى الصوت يعني لما بيكون فيه قوه بيقدر يوصل جمال الصوت، فميرسي جدا ليك. ان شاء الله باذن الله. عاطف بقى، بص يعني بجد انا معجبه جدا بادوارك، وانا عارفه ان الفتره اللي كان العالم كله قاعد فيها في البيت انت كنت حد بتستغل ده بطريقتك. تمام. فحابين بقى نعرف انت استغلته ازاي بطريقتك، ايه الاعمال اللي انت قمت بيها، ولا كنت قاعد زي لا والله الحمد لله احنا ما عدناش ولا حاجه. هو كان موضوع، كان كورونا، ما كانتش مصر بس اللي قاعده، كان العالم كله قاعد حقيقي. فما الموضوع ده قعدت نفكر انا وزمايلي عايزين نعمل حاجه للبلد، للشباب اللي واخده الامور ببساطه. طبعا. وكانت الاعداد بتزيد جدا في مصر،
موضوع كورونه وكده والناس واخده الامور باستهتار، فما فكرت انا وزمايلي في الوسط الفني يعني عملنا فيلم اسمه اخطر من كورونا. تمام، هو بيتعرض كده. الفيلم ده هو الفيلم ده كان اخطر من كورونا، عملناه والحمد لله حقق نجاح كبير قوي على اليوتيوب. تمام، جاب حاجه 4-5 مليون مشاهده. حلو قوي. الحمد لله. فما الفيلم ده كان بننصح الناس والشباب بيه في الوقت الحالي في ايام كورونا كانت شديده جدا، وكان كل واحد واخد الامور ببساطه، فما ده كان حاجه عملناها اليوم ده اللي كان شغلنا في الوقت اللي احنا كنا قاعدين مش عارفين نروح فين. فعندك رساله لازم توصلها بطريقتك في الفتره دي. تمام تمام. طيب هو كنت انت طالع بقى حد عاقل كده ومثقف بقى؟ هو انا كنت قاعد، كان اخويا طالع في الفيلم اللي هو ايه بيمشي واخد الامور ببساطه جدا في ايام كورونا، وسلم على الناس، يحط الفلوس في بقه، يشرب سجاير، ياخد مولعه من حد، كان واخد الامور. لا انا كنت غير كده خالص، مهتم بالموضوع جدا، لازم البس الماسك، لازم احط الكحول، مش عارف نهتم بالموضوع، وكنت اديله نصايح يعني الحمد لله. حلو جدا. طيب واحنا كده بندردش عرفت ان انت ساهمت في مسرحيه كبيره جدا ليها وزنها وتقلها في الفن، مسرحيه سيد درويش. قول لي بقى انت يعني حصلت على الفرصه دي ازاي؟ والله انا مسرحيه سيد درويش انا اشتغلت في سحر الاحلام اخراج الدكتور حسام عطا مع بطوله الاستاذ مجدي فكري والاستاذه ايلاس مكي. تمام. فما في الفقره دي وانا بعرض المسرحيه دي على مسرح البالون، الدكتور اشرف عزب جه حضر العرض عجبه. الدكتور اشرف زكي حضر العرض وشافه، قال لي انا عايز عاطف معايا في سيد درويش. تمام. قال له دور معايا هيطلع صاحب سيد درويش. حلو. على قهوه في كومي الدكه في اسكندريه زمان. حلو جميل. وطلعت والحمد لله الدور كان جميل وكان كويس، وانا كنت سعيد جدا لان كان مع سيد درويش ده حاجه على مصر يعني. وبعدين الفن الجميل لانت طبعا انا بحب الدراما اصلا. حلو. بحب الفن الجميل ده عامه ودي هوايتي، وكان بطل المسرحيه كان الاستاذ ميدو عادل فنان جميل والاستاذ لقاء السودان يعني الحمد لله. الحمد لله وكان دوري كويس الحمد لله وانا مبسوط جدا. حلو جدا والله يعني دايما المزيد من النجاح ان شاء الله. الله يكرمك. اكرم قول لي بقى انت بتغني وبتمثل تمام؟ تمام. قول لي انت بتلاقي نفسك في ايه اكتر، وحاسس ان ايه الموهبه اللي اكتر اللي هتقدر توصل رسالتك بيها او هتقدر تشتغل وانت مستمتع يعني حاببها اكتر؟ الغنى. 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 تمام. مع اني برضو انا بمثل كويس جدا يعني، شاركت برضو في مسرحيه. تمام. وشاركت برضو في كذا مسلسل. تمام. كنت بطلع جرب. تمام. يعني بحكم ان جسمي بادي بيلدينج وكده. وبس يعني ان شاء الله باذن الله اي طريق يتاح ليا امشي فيه ان شاء الله. بما انك بقى يعني مغني شاطر وصوتك يعني اكيد مشاهدينا منتظرين ان هم يسمعوا لك حاجه ثانيه، فممكن نسمع كده حاجه ولو صغيره. تمام. يعني حتى كوبليه صغير. تمام. تمام. الأسامي هي هي والقلوب اتغير والسنين رايحة وجاية رايحة وجاية والأمان اتبعتر واللي راح من العمر راح واللي راح من عمري راح 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 واحنا ملينا الرجوع ده الزمن والشوق راح 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 واحنا ملينا الرجوع. ليك يا اكرم كنا يعني مبسوطين بصوتك قوي، ويعني عايزه اقول لكم ان للاسف حلقتنا بتخلص، بس قبل زي ما وعدت مشاهدينا ان قبل ما تخلص الحلقه بما اني معايا اتنين رجاله وموضوع حلقتنا النهارده عن قلب الراجل في معدته، فحابه كده سريعا اعرف من كل حد هل فعلا قلب الراجل في معدته؟ لا لا لا. يعني من وجهه نظرك في حاجه تانية ممكن نوصل للراجل بيها؟ يعني لعب الحديد. لعب الحديد وعشان بيحب الحديد يا جماعه. طب عاطف قول لي بقى قلب الراجل في معدته بما انك شيف بقى واحتكاكك بالمطبخ كتير. مش قلب الراجل في معدته ولا حاجه، هو في قلب الراجل تبقى حياته الشخصيه او حد بيحبه جدا يعني. تمام. وانا طبعا عندي كل حاجه في حياتي، ابويا وامي وزوجتي.
تمام. دول اللي في معدتي وفي قلبي. ربنا يخليهم لك يا عاطف يا رب، ودايما مزيد من النجاح ليكم انتوا الاثنين. بما ان موضوعنا النهارده كان عن قلب الراجل في معدته، انا عايز اقول لكم ان قلب الراجل ده متاهه بيتوه، عشان كل ست تقدر توصل لكل راجل بتحبه او في حياتها، يعني اعرفي مواطن الضعف والقوه عنده عشان تقدري توصلي له بسهوله. طبعا كنت مبسوطه جدا معاكم، ومن دلوقتي للحلقه الجايه هناخد بريك ونفصل شويه. We'll be right back.